السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من سلسلتكم المفضلة. ما على هذا اتفقنا؟ يو الله يقطع اليهود. اليوم ضربي غلط بس امبارح حد حيلي. يخرب بيت ضربتان على العصمص ولا مش عارف شو بقولوا. صبوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. رجعنا لكم بحلقة جديدة من سلسلتكم المفضلة يورو كوبا. اليوم عندنا مباراة الأرجنتين وتشيلي، مباراة نار وشرار، مباراة الثأر بين الأرجنتين وتشيلي. تشيلي عذب كثير الأرجنتين خصوصا في النهائيات، لازم ميسي هسا ينتقم من تشيلي شر انتقام. بس قبل لا نشوف ميسي حينتقم شر انتقام، خلينا نشوف الجمهور شو اختار لنا. من عندي طيب، ابو سروال هو اللي شجع الارجنتين، ميسي سوف ينتقم شر انتقام من تشيلي ومن دحوم ومن كل اللي شو اسمه اللي اكتشف كره القدم، لانه كره القدم لازم تنصف ميسي وتعطيه بطوله في المنتخب لانه هو بيستاهل. واو يا تشيلي لنفرطكم، والله واو لنفرطك انت كمان. وين شو اسمه؟ خلينا نغير ونترككم مع الاسطوره بنزيما اللي امبارح خاب التوقعات وتوقع فنزويلا وانجلد هو الثاني. والآن مع فقرة بنزيما الذي أصاب مرتان وأخطأ مرة، وهسه هنشوف حيصيب ولا رح يخطئ. أهو التعليم المجاني ده إلا يودينا في 60 داهية. الأرجنتين وعندها 4 حبات شو بحكولها؟ فاصوليا خضرة وتشيلي، وهنا برضو في أكل. دقيقة بس عشان ما إيش؟ عادي تحط الصحن هون. ليش هان؟ ليش؟ إيش هبدة يعني؟ طيب ماشي، هاي حطينا الصحن هان. وري الاكل، وري الاكل بس عشان يعتمد. شايف هاي؟ هاي يلا روح. هل سوف يختار الارجنتين ام تمزح؟ ويختار الارجنتين. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، شكلك انت حتشجع الارجنتين. ايش هاب؟ استنى استنى، شكله في عنده راي اخر. والله شكلها تعادل. انا حقي إيه؟ ماله اخذها وراح. مش راح تستمر المباراه، راح تنتهي بسبب وقوع زلزال. لا بقول لك هيك، 6 جوال. 6 جوال لمين؟ لتشيلي؟ لا 6-0 للارجنتين. والله انت شكلك بتضحك علينا. شو ماله؟ اسم الله عليك. هل سوف يصيب ام يخطئ الارجنتين؟ ميسي بنزيما حيظبطك السنه دي. عن جد مواجهاتهم كلها انتهت تعادل، بتروح يا بلنتيات بفوز فيها تشيلي، يا بلنتيات بفوز فيها تشيلي، فيش ولا بلنتيات فاز فيها الارجنتين. احتمال تنتهي تعادل اليوم ونجلد احنا اثنين. ليش شو اسمه ما في منتخب اوروبي قدر ياخذ اي بطوله في امريكا اللاتينيه في ملعب؟ الله يحرقك الله يحرقك. هذول هنا مجموعتين، كل مجموعة فيها 5 منتخبات. برازيل معها منتخبات، أرجنتين معها منتخبات. بس مجموعتين؟ بس مجموعتين فيها 5. هذا بعد 3 أيام بنتهي الكوبا أمريكا. سريع يعني؟ الكوبا سريع. مش بقول لك بيختلف؟ ما هو هنا في سرعة، حتى البطولة سريعة. هسا هنا بتأهل 2 وهنا بتأهل 2، ماشي؟ أحسن ثالث بتأهل على النهائي على طول. هاي مضرطة. وحد الله. لا إله إلا الله. جد؟ ها ومختم متخلفين. تتخوت انت قاعد، انت مسقع فكره. يا ولد يا عمي، شوف الكره الرهيبه، شوف الكره. الحكم شوف شو وضعه يا عم؟ الحكم بده يحاول. برافو. ايش اللي برافو؟ ترى ما في الركع المهاجم. اسمع ماشي والله يا خطيبته بصراحه كل الاحترام لك، بس هاي ثاني فيديو بتشوف الفيديو انه مش حاط الذبله. يعني هذا دليل ايش؟ هيا ايش فيه؟ هذا دليل انه بيعشقك. اسمع بمزعك كف فيها، هيا بخليها تعلم عليه. هاي ثاني فيديو انت شو موجود؟ لا على فكره والله على فكره بدخل على الحمام وبنساها. شايف من يوم ما خطبت ما طلعت من ايدي. انت خروف شو سوي لك؟ وفرحان قوي. جول. انا مش قلت تشيلي على فكره. ما انا بعرفش. حلوت يا اللي في الطياره. قولي 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 الغي الغي بفاول. بس 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 اعطيها لميسي، عطها لميسي. 10 ليرات اذا ميسي ما حطها. 10 ليرات 30
انا مو 30 امبارح 20 لا 10 امبارح انا لغيت العشرة الثانية لا حبيبي هذول حوشهن لاخر الشهر لغيتها بعد ما خلصت حبيبي حوشهن لاخر الشهر بعطيك اياهن 10 دنانير اذا ميسي ما حطها يلا حطها في الجول يا ميسي حطها في الجول يا ميسي حطها في الجول يا رياض حطها في الجول يا رياض صراحة أقول لك شغل كامبيوني على مدريد شو هلا مدريد كامبيوني ابلع ولا قلت أنت عارف إن أنا برشلوني صح هسا بغض النظر هاي الأرجنتين بس ميسي طلع 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 في 90 ابلع شو 90 هاي 90 65 مش مشكلة لا شيء ابلع بلا برافو بلا إكسلنت وورك بلا مدري شنو برافو تأخر لما نط ولا كان جابها لأنه عارف انه لو نط بدري ميسي حيحطها وانتهى الشوط الاول بعد هدف الاسطورة ليونيل ميسي والذي سمع هيغوايين في قبره يقول له سدد يا ميسي في 90 فسددها في 65 وشكرا جزيلا راحت 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 يلا روح ميسي يا ولد وقع 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 فرصتك 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 يا اخو الهبلة فرصتك يا ميسي قلبي والقلب على الشمال واليمين اليمين ايش قال عشان بعطيك معلومات غلط في الكره قاعده تتمضرط علي في الهاب عبالك اهبل يعني وكان انا دكتور في زماناتي انا كنت يا رجال يا رجال يا اسطوره بلنت بلنتي لا 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 لسه ما حسمها ما 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 حسمها بقول لك ترجع الفار ترجع الفار لا لا قال بلنتي مباشر والله لا لا ترجع فار ينعن شكلك بلنتي لا هو اللي شاطه يا زلمه ما فيها بلنتي ولا فيها بلنتي ثانيه الثانيه معقول فيها بلنتي هو فيش غير فار هسه يا زلمه قوم قوم ولك ولك مرة انا واطلع عليك في تريل لما بتقول اي كسرت ولك اتكسرت ولا هاي الوشم انطعج الوشم انطعج كاس الدوري ابطال اوروبا اوه ايش ايش سوى هاي شو بحسبوها هاي عليها شو اسمه حبس هاي عليها لغال دفتر العيله يا خلاص يا زلمه انت بتتوجع قاعدين يخرب بيتك من حكم واضحه خلاص حل عنا يا زلمه الله ياخذه حتى لو بعد ما ضرب الطابه اذا ما في هالشيء يا زلمه شمط وشلوط ترى لاعب الارجنتين اسالك سؤال ترى لاعب الارجنتين لاعب الارجنتين هو اللي لعب على الطاب تين هسه زربوا علي يوتيوبر اي والله اسمع هسه لعب على الطاب هسه انت بس كنت لعب صدقني لعب على الطاب بعرف بعرف ما معه هيو لعب على الطاب يعني مو شرط يا اخي ايش طب بدال لسه بيلعب بدال حيشوط بس الحمد لله انه بدال حيشوط كيف قام يا زلمه هسه هيك حيشوط اسمع بقول لك فيدال اذا ولعت معاه اتعصب الطابة هاي في فلوريدا على الجمهور برا 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 يا برا فيدال يلا ايش ايش بنت هنز 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 ايش طب الحارس ليه وقفت قاعدين بيشوف الحكم بده يطلع على الفار مره ثانيه ولا لا لا براسه يا زلمه يا براس الله يحرقك يا لا يا اخي شو الحارس المتخلف نفس المكان بقول لك حلفين يمين يتعادلوا طول عمرهم فشكلنا حننجلد الاثنين هالمره روح مس حاول روح يمين اوه يا يا زلمه شان الله هذا مين حطه هذا لازالي ولا ما ادري شو اسمه يا حرام لو تركز احسن له مشان وزع اعمل اي شيء لا 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 توزع وزع سدد لا تسدد سدد 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 بس يعني واضح انه فيها جول واضح انه فيها جول ما تقنعنيش فيها جول ارحمني ارحمني
مفروض زدت حاله، لو فيدال كان زدت حاله والله عليها. كان زدت حاله يا زلمة. جسمه بلنتي؟ بلنتي؟ يا رب. ها بلنتي صح. تخيل؟ والله العظيم لا، وميسي ضيعها؟ حطرتك حطرتك. ايش؟ الحكم قال لا بس هيها هي طلع. بلنتي! يعني من ايد ورجع. خلص صفى. ينعل مرتك يا حكم بلنتي، والله العظيم بلنتي. ما فيش أمل، ما فيش أمل. لا في، أسحب الورقة الفاضية يا رب. للأسف المرة ماسكين الخلاط وإحنا مش مبسوطين. حجرة ورق قنقص. توقعت إنك تغير عن امبارح. يلا اسحب واحدة. ورجال الكاميرا. ولا. الورقة. ايه. احلق شعر ايدك بالماكينة. يلا. الدنيا صيف! لو الدنيا شتا بتتخطى في الكم بس انت كيف حطلع قدام العالم؟ لا ماليش دخل! كيف حطلع قدام العالم؟ والله ماليش دخل. بيضة؟ رجعها ولا حطها على جنب؟ لا حطها على جنب. ولا خليها؟ خليها. ولا شيلها؟ هاي مضرطة! خلص صرت حطيتها. حيوان! كيف منظري حيكون؟ لا يا الله شعري يا زلمة! احلق الثنتين حسب، اذا شفت حالي حلو في الاولى بقى طلعش. شو برج قاعد يا جماعه؟ طلعش. هات سيب. هات هاي والله. ها حطها جنب. خذ انا عندي احساس. اه عندي احساس غريب انه حاسس ان هالورقه الفاضيه يلعب. ولا والله غشش لا غش ولا غشيت. انت اسمك كذاب مبين من كيف وليش مش عارف ليش. شماله قول والله العظيم ما حطيت ورقه بيضة في ايدي. والله ما حطيت ورقه في ايدي والله. وما طلت الورقة حاط انا ورقة. اسمع والله ما حطيت يا اخوان. شمال ورب من نظراتك ومن حلفانك ولا كرم 24 سنة عايش معاك يا حيوان. شمال يا اخوان ايش في؟ قول والله ما غشيت. والله ما غشيت يا زلمة. حيوان بس ما حطيت حبيبي ولا الخاتم تفلا هلا ولا مرة كلب. هات لمس امي يا زلمة. شو هالحظ اللي عليه؟ هات الورقة هاي. هاي من برا. بقول يا الله أبا مش منطقي. ماما من عيونه بلقطه. شكلك حتبلع حكم هسه. ربنا يجازيك يا واطي. قول يلا. ما مش ناقصني يا زلمة. يلا مرحبا معكم نارين بيوتي. اليوم مقطعنا عن وانا بجلد بنت خالتي. ايش هاي؟ لا لا ابلع بيضة. وانا مش زعلان والله انا مش زعلان. لا يا الله يي ترى كيف منبز قول قاعد بسنن يا زلمه. علي استنى مبين معاك انه في شي خرا. علي اشوف. لا
البيت ده طاهر يا حيوان ايش تضحك البيت سهله ترى شوف حالي على المراية عزفت ان انت مش شايف ايديك هاي البيضه يا اخوان اصبر اصبر هسه بشربك اياها لا انا اللي بدي اشرب سكر سكر مخارع عشان ما تشم الزنخه بعد ما تشربها حنرش معطر في فمك ها سكر سكر ثم سكر مخارك ريحتها يا زلمه سكر مخارك واسلخ ابلع ابلع مش هسه تضحك علي بتسمي ليش خلي الشيطان يوكل يا زلمه عشان يا اخوان لونها بلديه اه بس مزارع لا سكر مخارك وانفك عشان الله يا زلمه ثواني معلش ما شربها كذاب ما شربها هيها لا بالله عليك مش مشكلتي مش مشكلتي اخوان ما نفذ الحكم هيك ما نفذ الحكم هاي مزعطة مش مضرطة غلط ليه هيك حتصير صعبة لا الشعور البيض الصفرة بس تيجي في ثمك هو العاطفة هاي اخوان هذا مش حصير يلا روح قول واحد اثنين ثلاث بس ونروح نام يلا في شيء تاكل بعدها او ينشرب بدك تخل كاز بدك تاكل تشرب الاسطورة دحوم بلع البيضة شمال مستفرخ مضحك اول مره بشوفه عم بستفرخ مضحك انا بدي استفرخ سلام عليكم